ماذا يحدث في محيط الأولد ترافورد؟ هل يعيش مانشستر يونايتد أزمة أم ثمة محاولات لتضخيم الكبوات الأخيرة؟ أرحب بكم من جديد وإلى تفاصيل الحصاد العالمي. وكأننا أمام أزمة تخنق مانشستر يونايتد، تلاحقت الهزائم في الدوري الإنجليزي الممتاز وخرج الفريق من مسابقة الكأس. اليونايتد ابتعد كثيرا في صراعه المباشر مع الجار والغريم مانشستر سيتي، والنتائج الأخيرة تدق ناقوس الخطر. هكذا يقرأ جزء من الإعلام الإنجليزي ما يحدث للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، في حين تشتم فئة أخرى رائحة محاولات لتضخيم الصورة. ضغط جماهيري كبير يتعرض له نادي مانشستر يونايتد، وغضب الجماهير يواجهه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في ملعب أولد ترافورد. السبب هو خروج النادي من بطولة كأس الرابطة منذ أيام قليلة، وخسارته أمام متصدر الدوري مانشستر سيتي وتوسيع الفارق إلى 13 نقطة، ما حسم الأمر افتراضياً بابتعاد الفريق عن المنافسة على لقب الدوري. وحول الشائعات التي أثيرت حول رحيل مورينيو إلى نادي باريس سان جيرمان، أبدى بعض مشجعي يونايتد امتعاضهم من الكلام عن ذلك. عندما أثيرت الشائعات حول مغادرة مورينيو نادي مانشستر يونايتد وتدريب النادي الفرنسي، في الحقيقة كان عليه أن يتجنب الكلام. فحين تكون في عملك الحالي وتتكلم عن عمل في مكان آخر، فإن ذلك يتسبب بتشويش النادي واللاعبين وكل المعنيين. أرى أن ذلك كان عاملا لتشويش الوضع. ويلح بالأفق انقسام كبير بعد التصريحات المتكررة التي أدلى بها مورينيو تجاه اللاعبين وتحميلهم المسؤولية الكاملة على النتائج السلبية. وعلى الرغم من ذلك، يرى البعض أن مورينيو سيبقى مدرباً لمانشستر يونايتد، كما استبعدوا الفوز باللقب في دوري أبطال أوروبا، معتبرين ذلك مهمة صعبة للغاية. لا أعتقد أن مانشستر يونايتد سينجح في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فالفوز باللقب مهمة صعبة للغاية بالنسبة لنا. فلا تنسى أن الكثير من الفرق تلعب أفضل منا في هذه الفترة قبل أعياد الميلاد. انظر إلى ريال مدريد، فازوا بلقب دوري الأبطال وكأس العالم للأندية، وخسروا اليوم أمام برشلونة. كل شيء يمكن أن يحدث. رغم النقاط الفنية الإيجابية في مورينيو، إلا أن السلبية منها كغرابة استخدامه لصفقات باهظة ورسم خطط فنية لا تليق بفرق كبرى، والتخبط في رؤيته للاعبين لربما تؤدي لرحيله عن النادي تجاه العاصمة الفرنسية باريس. ومع هذا يبقى المنعطف الأهم هو دوري أبطال أوروبا. لبرنامج حصاد الأسبوع، أبان حسين من أمام ملعب كينغ باور، ليستر.